هيك قدامك، هاي اول حبشه استوت وجاهزه وعم نزينها. بضل في عنا الثانيه تاعت ال 10 كيلو ناطرينا. لكن مشاهدينا صباح الخير لكم من جديد. هيدي الحبشه اللي حشينا نحن بالفواكه المجففه الكريم فريش، وايضا حاطين معها من اللحم الخشني. طيب انا بعدني عم زينها، لكن عم زينها بهالشكل. اوكي كمان زينا بالالعاب، بس طبعا بعد في إلها الصلصه، بعد في إلها الفواكه كمان مثل ما عم نشوف هالحبشه قدامنا. وصفه كتير طيبه، بالاخص وصفه محشيه. اوكي لكن نتركها، بضل بدنا نحط من البندوره الكرزيه، نقليهم باخر فقره انا وياكم. نحط بندوره كرزيه، نحط فطر طازه، بدنا نحط كمان كله مقلى مع جزر، ايضا بدنا نحط خضار مشكله. رح نخبركم بالتفصيل عن هالوصفه. انا وياكم خلينا ننتقل لنبلش بسلطه الكراب. سلطه الكراب وصفه كثير طيبه، بس طبعا رح بلش انا احضر هالسلطه. لسلطه الكراب بدي خس ايسبرغ، لكن رح بلش بالخس الايسبرغ. رح اجي خس الايسبرغ حطهم بهالشكل مثل ما عم نشوف المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشه. هون اذا عم بتلاحظوا في قدامي من الفواكه، يعني عندي اناناس، عندي مانجا، عندي كيوي، وايضا عندي شمام. الشمام لشو؟ الصلصه رح احضرها من خردل، مايونيز، شمام، عصير حامض، وايضا فينا نحط قليل من زيت الزيتون. اوكي هيدا الخس. كمان بحط من خس الملون. اوكي لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا بخلطهم مع خس الايسبرغ. بجيب كمان كم خسه حمراء بيعطوا لون حلو. الكراب جاهز عندي، مفرفط الكراب انا وجاهز لحتى نضيفه. هون بحطهم حول الجاط. بجيب اناناس كمان، باخد راس الاناناس بحطها بهالشكل. اوكي بحط الخس حواليها. طبعا هون مشاهدينا رح وزع بهالجاط مانجا، رح وزع برتقال، ايضا رح وزع كيوي، رح حط كراب، بندوره كرزيه، فطر، وايضا جزر. لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا هالطبق صار تقريبا، يعني حطينا الخسات، بدنا نكفي باقي الفواكه الكراب، وبرجع بخبركم باخر فقرتين عن الحبشات وعن سلطه الكراب. هلا بالعوده للجديده لحتى نكون معك بحلقه مفصله كمان بنهايه عالم صباح، لنشوف النهائي او الفينال لحتى اكيد ندوق الحبشه كلنا سوا. انما هلا رح توقف للحظات قليله من بعدها منتابع وحلقه سينما رح تكون معي انا. خليكم معنا.